لحضرتك حاجه، ان الزن ليه علاج. يا ريت. العلاج بتاع الزن ايه؟ هي الست ليه بتزن؟ لان بيحصل عندها ثلاث حاجات. وممكن الراجل برضه، معلش، ممكن الراجل يزن. ايوه طب عايز منها حاجه معينه، يقعد كل ما يشوفها يقول لا لازم كذا ولازم كذا. عارف حضرتك الزن، لازم نبقى منصفين. الزن دوت انا عندي ثلاث انواع من الزن. في حاجه اسمها الزن العقابي، والزن الحبسي، ان في واحد بيحبس واحد بالزن، يحبسه كده يحسسه ان هو مخنوق بحيث ان هو ايه في الاخر يسلم له. والزن العقابي ان هي تزن عليها عشان تعاقبه عشان هو ما نفذ لهاش اللي هي عايزاه، او هو بيعاقبها بالزن عليها عشان يبين لها ان هو قادر ان هو ياخد حقه منها. مظبوط. وفي النوع الثالث من الزن هو الزن لعدم الثقه في الاخر. ففي ثلاث انواع من الزن يجب ان هم يختفوا. الزن لعدم الثقه في الاخر. آه انت فين، انت فين، مين اللي والزن كمان عدم الثقه ان هو هينفذ. الحل بقى والعلاج بتاع ده ايه؟ يعني انا مثلا بقول للرجاله دايما لما تلاقي زوجتك بتزن اعمل واحد من اثنين على طول، اقعد معاها وتحاور معاها وحط خريطه الطريق. حط خريطه الطريق يعني ايه؟ هنعمل كذا 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 في الاطراف اللي جايه، وخليها هي تمسك المتابعه. هيقول لحضرتك مش هتقتنع. لا 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 خالص، بتقتنع. تقتنع. هي المشكله ان هي بتزن. طب تعالى نسال نفسنا، الستات بتزن ليه؟ هدف، هدف عايزه توصله، حاسس ان الزوج هيقف قدامها ومش عارف حضرتك. عارف حضرتك الزن الزن عندي في واحده الارشاد الزواجي معناه ايه؟ الست بتزن لانها بتبحث عن الامان. تبحث عن الامان. هي مش قادره تصبر. مش قادره تصبر ليه؟ لان كل ما طول المده والحاجه ما بتتحققش هي بتحس بعدم الامان، فهي بتزن لانها بتبحث عن الامان. يعني لو واثقه ان زوجها هيتفهمها ويتفهم الاحتياج اللي هي عايزاه ده مش هتزن، صح؟ هي مش في كل الحالات. أنا بس طبعا انا بتكلم، ده انا بتكلم انها ده الزن الايجابي، ده يعني الايجابي، يعني جربت معاه وخذلها. هو ده اللي انا بتكلم عنه. انا مش بتكلم، انا بقول احنا عندنا ثلاث انواع من الزن السلبي، مش هو ده اللي بنتكلم عنه. لكن واحده بتزن لانها عايزه تحس بالامان، باللي رقها يا سيدي، باللي رقها بمعنى ان انت قول لها ان انا هعمل الكلام ده في الوقت الفلاني، ويبقى هي مراجعتها ليك ده نوع من انواع التنفيذ.